السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين مع موقع بريكس آب لتنظيم الفريق العمل وتنظيم الشغل. دلوقتي هندخل على ليست وأقول له كريت توبيك. التوبيك هنا مقصود بيها زي تاسك مثلا، وليكن مثلا ريفيو ذا دروينج، الديسكريبشن بتاعها، مين الفريق اللي هيعمل الموضوع دوت. دي بقى أهم حاجة، الورك فلو to do ولا doing ولا done، تقدير الوقت، الستيج في أي واحدة فيهم، البريوريتي، السبرينج، الأساين لمين، الباكج، الإند ديت، تمام، ونقول له كريت. طيب تيجي هنا يبدأ يقول لك ايه الحاجات، الكريت توبيك والاركايف توبيك. هنا دي الفلتر، ممكن تقول له دان، يبدأ يجيب الحاجات اللي هي دان الاركايف. هنا التيم لو قلت له اول هيبدأ يظهر الحاجة اللي احنا عاملينها. ممكن تقول له كريت اتوبيك وتقول له مثلا مثلا درو مثلا وول مثلا، وتيجي هنا بقى تقول له التيم دوت في الديزاين الورك فلو الستيج ديزاين البريوريتي سبرينج الاساين الاند ديت، تقول له كرييت، تبدأ تظهر معاك. لو رجعت بقى للرود ماب ودخلت مثلا هنا في السبرينج 1 هتلاقي انها اتضافت هنا. وممكن تبدأ تشوف موضوع ان انت تعملهم في جروبات، تقسمهم باي باكج باي اساين باي سبرينج وهكذا.